بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على سيد الخلق سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، السادة المشاهدون الكرام، السيدات المشاهدات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم اليوم في هذه الحلقة من برنامج آداب وأخلاق، بعد أن رأينا في الحلقة الماضية أقسام الأخلاق باعتبار كونها فطرية أو مكتسبة. رأينا أن هناك أخلاقا فطرية تكون فطرة في الناس ويتفاوت الناس بها، ثم هناك أخلاق مكتسبة يكتسبها الناس من خلال التجارب والخبرات ومن خلال التعليم والاحتكاك بالناس. واليوم في هذه الحلقة إن شاء الله سنتحدث عن أنواع الأخلاق، أنواع أخرى، ولكن هذه المرة باعتبار علاقات هذه الأخلاق. علاقات الإنسان علاقات كثيرة جدا، ولكن يمكن أن نحصرها في ثلاث علاقات. العلاقة الأولى علاقة الإنسان بالخالق سبحانه وتعالى، وهو القسم الأول من هذه الأخلاق باعتبار العلاقة. إذن القسم الأول باعتبار علاقة الإنسان هو ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وخالقه سبحانه وتعالى. وقد تعرضنا لذلك خلال حلقة سابقة حينما تعرضنا لحديث معاذ بن جبل وأبي ذر حول قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فالفضيلة الخلقية في حدود القسم الأول الذي هو علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى تفرض على الإنسان، أي إنسان، أنواعا كثيرة مختلفة من السلوك الأخلاقي. فمنها وأولها وما يلزمه الإيمان بالله عز وجل، لأنه حق سبحانه وتعالى. الإيمان بأن الله واحد وأنه موجود وأنه على كل شيء قدير، وهو ما يعبر عنه علماء العقيدة بتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الصفات أخلاق، بأننا نفرده سبحانه وتعالى بكل أفعاله، فهو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو النافع، هو الضار سبحانه وتعالى. أكثر من ذلك نفرده بأفعالنا لأنه ربنا سبحانه وتعالى. فإذا صلينا فلله، وإذا حججنا فلله، وإذا صمنا فلله، وإذا تخلقنا بالأخلاق الفاضلة وتأدبنا بالأدب الحسن فيكون ذلك لله عز وجل، فتكون كل أفعالنا لله عز وجل، نفرده بها سبحانه وتعالى وحده، ندبح له، نزكي له، نصوم له، نقوم له، إن أحسننا فلله، وإن أعطينا فلله، وإن منعنا فلله، إن أحببنا يكون حبنا في الله، وإن أبغضنا يكون بغضنا في الله عز وجل. فنفرده بالألوهية ونفرده بالربوبية، ونفرده كذلك بالصفات التي وصف بها نفسه في كتابه العزيز أو وردت في سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نفرده بأسماء الحسنى التي سمى نفسه بها سبحانه وتعالى. إذن أول سلوك أخلاقي يفترض علينا تجاه ربنا عز وجل في علاقتنا به الإيمان به سبحانه وتعالى، لأنه حق. منها، من هذه السلوكات الأخلاقية الأخرى التي تستوجب أو تتوجب على المؤمن تجاه خالق سبحانه وتعالى الاعتراف له بكمال الصفات وكمال الأفعال، كذلك منها تصديقه فيما يخبرنا به، فيما أخبرنا به في كتابه العزيز وفيما أخبرنا في السنة النبوية، لأن السنة النبوية وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكل ما جاءنا في القرآن الكريم صدق وصادق، وكل ما ورد في السنة الصحيحة صدق كذلك، لأنه من حق، ومن حق الصادق تصديقه، من حق الصادق تصديقه، فالله صادق سبحانه وتعالى. من كذلك من هذه الأخلاق التسليم التام لله سبحانه وتعالى ولما يحكم علينا به. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التفويض لله عز وجل في حكمه، فكل أمر من الله نرضى به ونلتزم به وناتيه، وكل نهي منه سبحانه وتعالى نرضى به ونلتزمه ولناتي ما نهانا الله عنه سبحانه وتعالى. الرضا والتسليم بكل ما يصدر عن ربنا عز وجل وبكل ما يحكم عليه أو علينا به، لأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الحق في أن يحكم علينا
بما يشاء وكيف يشاء ووقت ما شاء سبحانه وتعالى. كل هذه أنواع أيها الإخوة الكرام من السلوك هي أمور تدعو إليها الفضيلة الخلقية تجاه خالقنا سبحانه وتعالى في علاقتنا به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. أما دواعي الكفر بالخالق بعد وضوح الأدلة على وجوده سبحانه وتعالى فهي حتما دواع تستند إلى مجموعة من رذائل الأخلاق، فصاحب الأخلاق الرذيلة هو الذي لا يعترف بوجود خالقه، لأن كل الأدلة تدل على أن الله موجود وأنه وحده سبحانه وتعالى الخالق الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء سبحانه. من هذه الرذائل التي تدفع الإنسان للكفر رذيلة الكبر، فالمتكبر لا يرضى وبالتالي يكفر، وهذه الرذيلة هي التي دفعت إبليس أن لا يسجد لآدم لأنه تكبر على مخلوق الله ورأى نفسه أكبر من آدم وأنه أقوى منه وأنه أحسن منه، فمنعه الكبر من السجود وبالتالي عصى أمر الله عز وجل، وعصيانه أدى به إلى الجحود ومن ثم إلى الكفر ومن ثم إلى أن نبذه الله عز وجل. من هذه الرذائل الأخرى التي تدفع إلى الكفر ابتغاء الخروج على طاعة من تجب طاعته. كثير من الناس يرغبون في الخروج ويخالفون المألوف ويريدون أن يظهروا وأن يطفو أن يطفو فوق السطح من أجل المعاكسة لا لشيء فقط ومن أجل المخالفة، كما يقولون خالف تعرف، ولكن خالف فيما هو واجب فيما هو حق وصدق. إذن فهؤلاء ابتغاء الخروج على طاعة من تجب طاعته عليهم واستجابة لأهواء أنفسهم ولشهواتها فإنهم يتكبرون ولا يطيعون وبالتالي يكفرون بالخالق سبحانه وتعالى. من هذه الرذائل الأخرى التي تدفع للكفر نكران الجميل وجحود الحق، ينكرون نعيم الله وجميل الله عز وجل. فلو نظر إلى نعم الله علينا فإنها كثيرة جدا، نعم كثيرة تستوجب منا الشكر لله سبحانه وتعالى. فاللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك ومجدك. القسم الثاني من هذه الأخلاق باعتبار علاقتها هو ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين الناس جميعا وخالق الناس بخلق حسن. هذه الصلة بالناس تستوجب مجموعة من الصور السلوكية الأخلاقية الحميدة في حدود هذا القسم، وهي معروفة ظاهرة، من بينها الصدق، الصدق مع الناس، الصدق مع الآخر كيفما كان هذا الآخر، لا تضبطه ضوابط ولا تحده حدود، آخر إنسان فيه دم ولحم ويحس ويشعر إلا ونصدق معه. أكثر من ذلك الصدق حتى مع الحيوان، وفي ذلك الحديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أن الإنسان يكذب على الحيوان بحيث يوهمه أنه سيطعمه وبالتالي لا يطعمه فيعتبر كاذبا وكذابا. من هذه الأخلاق والسلوكات الأخلاقية الأخرى الحميدة التي تضبط علاقة الإنسان بأخي الإنسان الأمانة، وقد رأينا في حلقات سابقة أن الأمانة هي التي تزرع الثقة بين الناس وفي المجتمع، فيرقى المجتمع ويزدهر وينمو وبالتالي يصبح مجتمعا معروفا بالأمانة، يلجأ إليه الكل، يتعامل مع الكل. كذلك من هذه السلوكات الأخلاقية العفة، وأنتم تعرفون قيمة العفة في المجتمع. المجتمع غير عفيف، مجتمع بلا عفة، مجتمع ناكر للجميل، مجتمع لا محالة، هالك إن آجلا إن عاجلا. من هذه السلوكات الأخرى العدل، العدل وإعطاء كل ذي حق حقه وعدم غمط أهل الحق حقوقهم. العدل هو سلوك أخلاقي لا بد وأن يسود العلاقة بيننا وبين الناس كيفما كان هؤلاء الناس كانوا مسلمين وغير ذلك. والنصوص الكثيرة من السيرة النبوية ومن السنة الصحيحة في هذا المجال كثيرة جدا جدا، سنوردها إن شاء الله تعالى في حلقة حينما سنتحدث إن شاء الله تعالى عن خلق العدل خاصة مع غير المسلم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون عادلين في تصرفاتنا وأن نكون صادقين أمنا في تصرفاتنا مع الناس كي يهتدي الناس إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.